هاي خلينا نتعلم اليوم the difference. What's the difference between being and being؟ طبعا being بالبريطاني بنقول being، وبالأمريكان أكسنت بنقول been. أنا راح أتعمد البريطاني وأقول being. طيب شو الفرق بين هدول الكلمتين being و being؟ طيب being هي الفعل be plus ing، يبقى هو الصيغة المستمرة للفعل be يكون. وبين هو التصريف الثالث past participle للفعل be. أوكي؟ طيب جميل جدا. إذا أنا عرفت الفرق بين هدول الاثنين، يبقى لما أنا بدي أقول بالتصريف الثالث لبي هي بين، والتصريف المضارع لبي هي being. طب أنا كيف ممكن أستعملهم؟ غالبا غالبا كلمة being بعد الكلمات التالية. ممكن تستعمل كلمة being بعد avoid being, enjoy being, stop being, ask for, forward إلى آخره. ممكن تطلع عليهم الآن وأنا ماسك الورقة. طيب being برضو نفس الشغلة ولكنها أبسط. كلمات ممكن تستعملها being بعديهم، اللي هي could have، I could have been going somewhere, would have been, or should have been. يبقى الفرق بسيط جدا بين been و being. Being هو المستمر و been هو التصريف الثالث، وبتقدر تستعملهم بعد الكلمات التالية. ممكن تاخذ سكرين شوت من الفيديو هذا وتحفظ الكلمات هذول. تحياتي.